استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين سعادة الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة مشاركته في منتدى حوار الملامة للأمن الإقليمي بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقد اشار معالي القائد العام بعمق العلاقات بين البلدين وما وصلت اليه من تطور ونماء خاصه في مجال التعاون العسكري